الباب الأول، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله، يعني يعرف أن النعمة من الله. ماذا يصنع؟ ينكرها. اجتماع الضدين يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القلب، معرفة النعمة أنها من عند الله ولصحابة السلام وإنكار النعمة. كيف ينكر النعمة؟ ينكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. ينكر النعمة بالقلب، يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محفوظ به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، وقال نحن أشراف نحن أغنياء نحن لا نعرف الفقر يا أخي. نقول لهذا ماذا؟ ونحن سادة ونحن كذا وأنتم فقراء. مفهوم؟ أي نعم. هذا إما بالاعتقاد أو باللسان أو بالجوارح يصرف النعمة بكفر المنعم نسأل الله العافية والسلام. وهذا كثير يقول. إذا لابد أن تعرف أن كن ذل لسانك بشكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه نعمة، ابتلاء، اختبار. ما قال هذا إيش؟ بسلطاني بوزرائي بحاشيتي بملكي. وعندنا في الجوال اليوم في إشارة كذا كذا يعني، صح؟ موجود صح؟ بعض الناس يرسلك كذا يعني، يا هذا إيش؟ بجدي واجتهادي بعرف جبيني قال فلان بدأ من الصفر. وإيش اسمه؟ أنا عندنا برامج هنا دورات يسموها إيش؟ تحفيزية. أنا ما اسمها تحفيزية. إيش قال؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قال تنجح تنجح، لا اسمع معي، النجاح والرسوب ليس بهذا الشكل، أنه فلان أصبح أغنياء العالم هذا نجاح. طيب قارون تعدوه ماله، ونوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عام وما آمن معه إلا خليل، ناجح 100% من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فاليوم أسمعونا في دورات تدريبية وقال تنجح تنجح، يا أخي تنجح بإذن الله. حتى لو ما نجحت أنا الآن ها الله سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر، صح؟ إذا خرج مهاجرا في سبيل الله وأدرك الموت ناجح ناجح. فالنجاح والرسوب ليس على هذه الدورات اللي اليوم ياخذها، هذا التطوير الذاتي، التطوير الذاتي كذا. والله تقلب الكتب ما تجد فيها ايه او حديث او افتقار الى الله، كل شيء قال بالقوه وكذا، وتحصل المدرب افشل خلق الله والله، لانه ما عنده توحيد، ما يوجد توحيد. اذا لا يوجد توحيد يعني معناه ايش؟ مشرك. واليوم عندك انا ارى مقاطع كثيره اليوم واللي يتفرج عليها اكثر الشباب يتفرجوا عليها، فلان نجح ممثل ناجح، اي ناجح هذا ممثل ومغني ومغني كان فاشل وكذا وثم اصبح ملياردير، هو اليوم فاشل. والله الحمد لله الذي عافانا. كيف ننظر الى هؤلاء اخوان؟ صحيح او لا؟ واقع هذا اليوم. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافرون. وقال حقق النجاح وحقق الهدف وصنع وصنع وصنع. نعم.